طيب نروح معاكم على طول بقى ايه للكونغ فو. عندنا مصر استضافت البطولة الأفريقية لأندية الكونغ فو الأيام اللي فاتت دي على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، ومن ضمن لاعبتنا اللي جابت كمان ميداليات كتيرة جدا وعملت بطولات كويسة جدا اللاعب طارق سيف النصر. طارق بعد ما جاب الذهب في البطولة دي رحنا كمان صورنا معاه التقرير ده عشان نعرف برضو يعني أخبار تمرينه إيه وكمان مدربه وعيلته وكل حاجة نعرفها معاكم من خلال التقرير التالي. يلا بينا. بدأت اللعبة أنا في تانية ابتدائي، كنت بدأت عشان يعني أدافع عن نفسي وكده، وبعد كده بقى بدأت ألعب بطولات محافظة باسم سموسطة، كده لعبت بطولات جمهورية باسم بنسويف بقى وكده، وحققت برضو مراكز. بعد كده يعني كان الدعم هنا كان شيء كويس. بعد كده الكابتن عمرو مدربي هو اللي اداني النادي البنك الأهلي، وبنلعب باسم البنك الاهلي دلوقتي وفي دعم وحاجه كويسه يعني. الحمد لله في الاول، والبطوله دي كانت اول بطوله اول تجربه ليا، يعني قعدت استعد للبطوله دي حوالي شهرين، ومعسكر قعدت معسكر في اسكندريه والمنيا وهنا في البلد سموست، واول رحنا البطوله ووزننا وبدانا اول من بدات اللعب وكده. كان اول ماتش كان يعتبر من اصعب الماتشات عشان كان لاعب منتخب مصر وكان اساسي وكده، كنت يعني نزل، وكان اول ماتش كان في خوف وكده، بس الحمد لله نزلت وكسبت. اشتغلنا على البطوله جامد جدا وتعبنا وربنا كرمنا في النهايه. دايما بقولها لهم في التمرين، لكل مجتهد النصيب، على قد ما تتعب على قد ما ربنا هيديك. اشتغلنا تعبنا في اول البطوله، احنا الاول كنا مسجلين في فريق سموسطة هنا في محافظه بني سويف، بعد كده ربنا كرمنا وحققنا بطولات جمهوريه على منتخبات المناطق لاول مره في بني سويف. كان منطقه بني سويف تحقق ترتيب عام تاني جمهوريه على مستوى الجمهوريه كلها. كان الحمد لله بفضل ربنا لعيبه نادي سموسطة ثلاث لعيبه اول وتاني وتالت، جبنا ذهب وفضه وبرونز، وجبنا ترتيب عام تاني جمهوريه لمنطقه بني سويف. دي كانت اول مره تحصل من فتره كبيره جدا. احنا مهتمين بيه في الكونغ فو والرياضة عموما من هو تقريبا عنده 5 سنين. بدا مع الكابتن عمرو، طبعا له الفضل والمتابعه طول الوقت ده، وهو واخواته طارق في نفس الرياضه، مثلا ليه اخ اكبر منه نفس الرياضه بس اصيب في دراعه فمال يعني، لكن الحمد لله طارق كمل، واخواته الاصغر منه في نفس الايه مجال. طبعا الرياضه بتحمل الاولاد من ان هم يكون لهم سلوكيات تانية او يطلعوا طاقتهم في حاجات سلبيه، فاحنا وجهناهم للرياضه. الحمد لله هو ايه بالمجهود جاي معاه، ان شاء الله يكون المستقبل ليهم والمنتخب مصر كامل يعني ان شاء الله. طارق نموذج مشرف للاعيبة الكونغ فو، وطبعا هو حصل على البطولة الأفريقية الأسبوع اللي فات، وطبعا نتمنى من محافظ بني سويف تكريم طارق، يعني المحافظ نظر لطارق في تكريمه، لأن طارق بيلعب لعبة فردية وسموسطة فيها ناس أبطال كتيرة.